الكل خايف من زلزالين، زلزال أمني أم زلزال أرضي؟ دق ناقوس الخطر، انفجار اجتماعي قريب، الوضع الأمني مهدد، أصبحت العبارات الأشهر التي تتصدر العناوين الإخبارية. لبنان شباط 2023، الدولار تخطى لأول مرة عتبة 80,000 ومتجه صوب 100,000، مع غياب للسقف وغياب أي رؤية أو مسؤولية أو قيادة فعلية للدولة المركزية. البنوك مسكرة، الغضب بالشارع عم بيزيد، ولهلأ ما حدا فهمين أو عارف لوين رايحين. حيث أقدم محتجون على إحراق مصرفين في بادارو، وذلك احتجاجا على تدابير المصارف وامتناعها عن إجراءات أي عمليات مالية منذ أسابيع. بس الكل متخوف من التصعيد الأمني اللي بيجي من بعد غياب أي حل. ما حدا يتمرجل علينا بالفوضى ويحضر له لحتى يعمل رئيس على ظهره. إذا دفعتم لبنان إلى الفوضى ستخسرون في لبنان، وعليكم أن تنتظروا الفوضى في كل المنطقة. مع بداية الانهيار الفعلي طلع أمين عام حزب الله يخاطب جمهوره ويهدد الأمريكيين ويحط الحق عليهم بالمصيبة اللي حلت بلبنان، اللي جزء كبير منها الحزب نفسه كان السبب، بس مش لوحده. إذا جماعة أمريكا بلبنان يخططون للفوضى ولانهيار البلد، أنا أقول لهم من الآن أنتم ستخسرون. من أول ما بلشت الأزمة ونصيحة الزعماء بالزرع على البلكين والتحلي بالصبر ما قطعت عند حدا من المواطنين. نحن يجب أن نذهب إلى الجهاد الزراعي والصناعي، المقاومة الزراعية والصناعية. ما العمل ولا شيء من الأحزاب لحتى عن جد يزرعوا على البلكين أو يربوا فري. فكرنا ببديل ذكي وهو الفري يلي بتبيض بيضك اليوم. أو تتذكر هالصورة؟ قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن أي تسويف في استخراج النفط والغاز من المياه اللبنانية سيقابل بمنع إسرائيل من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش. بعد الأثناء إسرائيل أخذت اللي بدها إياه وبلشت تنتج من حقل كريش اللي لبنان تنازل عن جزء منه. أعلنت شركة إنرجين انطلاق أولى شحنات صادرات النفط الإسرائيلية من حقل كريش، وشكل لحظة فارقة لانضمام تل أبيب إلى قائمة الدول المصدرة للنفط. أما بلبنان فنحن مشغولين بحق كيلو البصل. هيدا الكيس كيس الذهب مش كيس البصل، لحد كلفته 1,000,000 ليرة لبنانية. للأسف وصلنا إلى مطرح صرنا نحكي فيه عن سعر البصل. كل بصل وانسى اللي حصل، لكن في لبنان لم يعد البصل ينسي ما حصل. كيلو البصل ب80,000، يعني البصل صار شغلة مهمة. طيب مش قادرين نزرع بصل، مش قادرين نزرع بطاطا، مش قادرين نزرع اللي بناكله. ما بعرف ليش سيد مفكر كل اللبنانيين مزارعين. وبنفس الأسبوع طلع جبران باسيل وأعلن الطلاق مع حزب الله. يبدو أن اتفاق مرم خايل سيحال إلى التقاعد. رئيس الجمهورية أما منختاره بعناعتنا وما حدا بيفرضوا علينا. جبران اللي صار معزول سياسيا من دون ولا حليف ووعد كالعادة وبيع أوهام. لما بيوقفونا أو بيعرقلونا أو ما بيخلونا ما منوقف ومنفكر إننا متوهمين. ومن بعد شعار ما خلونا رجع يحلم، ما خلص الحلم، مع أنه الشعب اللبناني عايش كابوس. قيمون على قطاع المخابز أكدوا أن الطلب على الخبز ارتفع رغم غلاء سعره بأضعاف، إذ أنه حل بديلا غذائيا عن الأطعمة التي يصعب حصول المستهلك عليها. عندما تمتد مؤامراتكم إلى اليد التي تؤلمنا وهي ناسلة، سنمد أيدينا وسلاحنا إلى اليد التي تؤلمكم وهي ربيبتكم إسرائيل. وكيف ممكن الحزب يفتح حرب مع إسرائيل إذا في ضمانات بالهدوء على الحدود؟ وأصلاً الحالة الاقتصادية والاجتماعية للطرفين الإسرائيلي والحزب ما بتسمح أنهم يفتحوا حرب، والتهديدات اللي عم تلاقى نصر الله واضح أنه بطلت تجيب نتيجة فعلية على الأرض، لأن الواقع على الأرض غير البروباغندا الإعلامية. كتر الكلام وقلت الأفعال. كان في فرصة لمحاربة الفساد بس ما أخدوها رغم أنهم وعدوا بمحاربتها. واحد عنده رؤية لل 2050 ضيع منه 20 سنة بالحكم من دون نتيجة. نعم نحن عنا رؤية للبنان لل 2050، والتاني بده يفتح حرب وما قادر وعم بيلوم غيره للحصار اللي هو السبب والنتيجة.
واللبناني عم يحكي عن البصل والهزات وكيف الحياة سلطة والوضع بطاطا. عم نجيب رابطين كبار وما بيقدوا. كيف ما بتبرمها العدو عم يربح ولبنان عم يخسر. فإذا شو هي هاي المعادلة اللي لازم يمشوا فيها اللبنانية؟ وهل هي الفوضى الأمنية المترقبينة هي اللي رح تطرح معادلة وتسوية جديدة؟ هل في زلزال أرضي أم زلزال أمني قبل؟